حياكم الله مشاهدينا بفقرتنا لليوم في بيتنا مريض. اليوم راح نتعرف على مرض الشقيقة، وهو اضطراب يؤدي إلى الإصابة بعدد من حالات الصداع المتكررة، والذي قد يشمل هذا المرض أعراض أخرى مثل الغثيان والشعور بالتعب الكامل. نتعرف مشاهدينا على تفاصيل أكثر وطرق علاج الشقيقة مع الدكتورة تيسير محمد زين، استشارية ورئيسة قسم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى القاسمي بالشارقة. أعراض مرض الشقيقة هي تنقسم دائما الشقيقة لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي ما يسمى بالنسمة، ودي بتكون في 20% من مرضى الصداع النصفي بيشعروا بنوع من الضبابية في النظر أو نقط سوداء في النظر أو ما يسمى بألوان قوس قزح في النظر. وبعد ذلك تجي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصداع. الصداع هو صداع نابض، والمريض يشعر بأنه زي راسه حينفجر، ومعه كمان ممكن يكون لوعة أو قي. والقي هو يشعر المريض بعد ما يحصل القي، يشعر بأنه الألم أصبح أقل. بعد كده بتجي المرحلة ما بعد الصداع، وبعض المرضى يشعر بفتور وخمول، وبعض المرضى يشعر بنشاط أزيد. فهو عبارة عن مش فقط هو الصداع، ولكن هو عدة مراحل الصداع النصفي. الشقيقة طبعا هو مرض في استعداد وراثي، بمعنى أنه دائما المريض الشقيقة بيكون عنده تاريخ أسري بمرض الصداع النصفي أو الشقيقة. ولكن بعض الأشخاص برضو ممكن يكون ما عندهم الاستعداد الوراثي للشقيقة. السبب هو الصداع النصفي لغاية الآن يعني مش معروف 100%، ولكن يعني بعض النظريات أنه في بيحصل تمدد للأوعية الدموية خارج أغشية المخ، وهذا التمدد يجعل أنه يسير أطراف الأعصاب اللي هو العصب الخامس اللي هو يغذي الإحساس في الوجه والرأس وحتى الخلف، مما يجعل هذه المناوشة الأعصاب يجعل هذا الألم اللي هو النابض. ليس جميع المرضى عندهم هذه المحفزات، يعني في بعض المرضى يختلف من مريض لآخر. في بعض المرضى فعلا المحفزات الأكل، يعني في بعض الأطعمة اللي هي فيها مادة ما يسمى التايرامين زي الشوكولاتة زي الجبنة ممكن تسير الصداع. بعض المرضى عندهم محفزات أخرى غير الأكل، يعني بعض الروائح القوية البخور العود. بعض المرضى عندهم المحفزات الأخرى هي الإرهاق وقلة النوم، وبعض المرضى حتى المحفزات ممكن تكون أي تغيير في تغيير الحياة العام سواء كان فرح أو ترح، إنه يؤدي إلى إنه زيادة شدة الصداع وتكرار الصداع. شدة الصداع النصفي بيختلف من مريض لمريض. في بعض المرضى فقط البنادول يعني المخففة للألم كافية جداً. في بعض المرضى يحتاجوا لفئة البروفين والفولترين، وفي بعض المرضى يحتاجوا للأدوية الخاصة بالصداع النصفي. فإذا كان هو الإنسان من خفيف المتوسط وهو عارف أنه عنده صداع نصفي، أول حاجة هو يحاول يتجنب كل مريض، زي ما قلنا عنده حوافز معينة تسير هو له الصداع، شدة وتكرار الصداع، فبقدر الإمكان يحاول أنه يتجنب هذه الأشياء. الحاجة الثانية، أول ما يبتدي عنده الصداع مهم جدا في بداية الصداع إنه الإنسان يأخذ الدواء اللي هو يخفف الألم، سواء كان فئة البروفين أو البنادول أو كده، ويذهب إلى غرفة بعيدة عن الدوشة أو الإزعاج، وتكون الإضاءة خافضة، لأنه معروف إنه الإنسان لما يكون عنده الصداع النصفي لا يستطيع تحمل الإضاءة الشديدة أو الضوضاء الشديدة. ويستلقى وفي خلال نص ساعة 45 دقيقة الصداع إن شاء الله حيختفي. في
في الختام مشاهدينا نقدم لكم نصيحة أخيرة، فالشقيقة لا يوجد لها علاج فعال ونهائي، لكن هذا لا يعني عدم زيارة طبيبك والالتزام بالأدوية الموصوفة لتجنب مضاعفات هذا المرض والسيطرة عليها. إلى هنا مشاهدينا قد وصلنا لنهاية فقرتنا في بيتنا مريض، على أمل أن نلتقي بفقرة جديدة. حياكم.